من باريس عبر الهاتف مع جورج صبرا عضو الهيئة العليا للمفاوضات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جورج. إذا يعني خسارة إذا صح التعبير فقدان المعارضة العسكرية لحمص كما ورد بتقرير الزميل عطا لا يعني نهاية الثورة، ماذا يعني هذا لقوات الأسد؟ بالنسبة لقوات الأسد يعني الاستمرار في تعزيز أوهامها بالانتصار وفي الاستمرار لبشار الأسد في دعم مشروعه بسوريته المفيدة، لأن حمص كما يعرف الجميع هي مركز البيكار الذي يرسم خريطة سوريا. حمص هي مدينة ابن الوليد، ويذكر الجميع أن حمص منذ بداية الثورة في شهر آذار 2011 ليس من السوريين من ينسى تلك القدم الجميلة والعظيمة لابن حمص الذي بقي يركل فيها صورة بشار الأسد الموجودة على واجهة نادي الضباط حتى أسقطها. نحن نتحدث عن آذار 2011، من يمكنه أن ينسى أغاني عبد الباسط الثارود وفدوى سليمان، رمز الوحدة الوطنية، رمز السلمية، رمز النقاء للثورة في أشهرها الأولى وفي سنواتها الأولى؟ هذه حمص. حمص هي قلعة الثورة، ميدانها الأساسي المعبر عن وجدانها. لذلك يحاولون اليوم أن يطمسوا ذلك لصالح إرهابهم ودمويتهم. نعم صحيح، هذا ما يعني لماذا يقوم نظام بهذا الموضوع نظام الأسد، ولكن ماذا يعني له من ناحية أنه صحيح أنه يروج كثيرا لهذا الانتصار كما يعده، ولكن ليس له دلالات فيما يتعلق بمستقبل سوريا السياسية، لا يتناسب الطريقة التي استعيدت بها أو تمت السيطرة عليها، نتحدث أمنيا طرق أمنية عسكرية بعدها تهجير، يعني بالمقابل هذا يدينه بشكل واضح. بالتأكيد هي أعمال التخريب التي اعتاد النظام أن يفعلها، ولم يستطع أحد بعد الآن أن يقدم إدانات أكثر مما قدم. لكن ما جرى ليس انتصار لبشار الأسد وزمرته الحاكمة، إنه هزيمة للنظام الدولي، إنه هزيمة لمجلس الأمن. كيف يمكن لبشار الأسد أن يصنع ذلك لولا هذا الدعم الروسي الذي قدم له بكل الوسائل؟ والحقيقة أن جميع أعمال التهجير ليس في حي الوعر فقط، إنما تلك التي حدثت في أحياء دمشق الجنوبية والشرقية كذلك أيضا للأسف تمت بإشراف الضباط الروس، وقبلها ما جرى في درية والمعظمية في مضايا في التل هو عزم الانفراد الروسي في تقرير مجريات الأرض، لكنه بالمقابل هو خذلان للمجتمع الدولي الذي يرى ويسمع تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أن يحرك ساكنا. هذا هو الألم السوري حقيقة. نعم. لكن ليس هو انتصار بشار الأسد. طيب كما قلت حضرتك، وإلى جانب هذا نتحدث عن تصعيد، نتحدث عن إيران ميليشيات لها تتوغل في البادية سورية، نتحدث عن قاعدة روسية شهدت في السويداء، وما يحدث من تهجير وتغيير ديموغرافي في حمص، إلى أي درجة هذا ممكن أن يقابله شيء نتوقعه في الفترة القليلة بعد ما أعلن اليوم كنتائج قمة بيان القمة الخليجية الأمريكية دعم الحل بسوريا بناء على جنيف واحد ووقف العسكرة؟ حقيقة ما يفعله الروس والإيرانيون على الأرض واقعيا في بلدنا هو استعجال واستباق لما يمكن أن يأتي خلال الفترة القادمة. هو استغلال للاستفراد على الأرض بشكل كبير من أجل تغيير التوازن وتحقيق مصالحهم، وفي المستقبل يريدون المقايضة عليها مع الحضور الأمريكي الذي يريد أن يعيد التوازن للمنطقة عموما، ومجريات مؤتمر رياض تتحدث عن ذلك بوضوح. هناك مناخ جديد قادم، نحن نأمل أن لا يتأخر، لأن إعادة التوازن وحدها يمكنها بالفعل أن تفتح الباب أمام العملية السياسية. نعم. وهي التي يمكنها أن تطيح
بكل هذه الإجراءات المؤقتة، بكل هذه الجرائم التي يرتكبونها، لأنها ضد إرادة الشعب السوري أولا. الشعب السوري بكل مكوناته، بكل فئاته الاجتماعية والسياسية، وكذلك أيضا هي معاكسة لاتجاه التاريخ، ولا يمكن لها أن تستمر. أنا أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من باريس سيد جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات.